للمزيد من مدريد ينضم إلي دكتور صلاح قيراطة، الخبير في العلاقات الدولية. دكتور صلاح صباح الخير، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. أنا سأبدأ أولا من قراءة للجولة الأوروبية التي قام بها الرئيس زيلينسكي واختتمها في لندن بعد أن بدأها في روما مرورا ببرلين ثم باريس. يعني هل من قراءة لهذه الزيارة وإلى أي درجة كانت هناك آذان أوروبية صاغية لمطالبه الملحة خاصة في موضوع الطائرات المقاتلة؟ الواضح أن الرئيس زيلينسكي لا يأوي جهدا ولا يدخر وقتا إلا ويتحرك من خلاله طالبا المدد والعون. في المقابل يبدو أن الآلة العسكرية الروسية كما هي جهنم التي تقول دائما هل من مزيد، وعليه عندما أعلنت بريطانيا أنها ستزود وزودت فعلا أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، قال الطرف الروسي هذا سيؤزم الوقت الجو، أضف لذلك سيكون هناك ردود انتقامية. ومع كل هذا وذاك تحدث عن تدمير سيلحق بالبلاد إثر تزايد مستوى التسليح لجهة النوعية. بهالسياقات زيلينسكي الحقيقة ذهب إلى إيطاليا التي كنا نعتقد مع تولي رئيس الوزراء الحالي مقاليد الحكم كنا نعتقد أنها ربما تقف على الحياد، إلا أنها فاجأت العالم ووقفت خلف أوكرانيا في مواجهة روسيا. وهذه حقيقة، التقى البابا وطلب إليه أن يدعو له، فأجاب البابا أنه يدعو للسلام دائما. بعد ذلك ذهب فورا إلى ألمانيا التي وعدت أو جهزت حزمة مساعدات عسكرية تصل إلى ما قيمته 2.7 مليار يورو، لتكون بذا أو تقول بذا أنها الدولة الثانية بعد أمريكا هي من زودت الأوكرانيين بالعتاد العسكري وبمبالغ ضخمة. ليفاجئنا بعد ذلك أيضا زيلينسكي أنه لم يعد إلى كييف، بل واصل لقاءه إلى فرنسا. الرئيس الفرنسي وعد بأن قواته ستدرب بعض التشكيلات الأوكرانية على بعض من الاعتاد الفرنسي، إلا أنه لم يجانب عادته دائما، بل قال أنه يتحدث بالسلام، وهو ديدن الرئيس الفرنسي حقيقة. هذه نقطة. أما النقطة اللافتة هو حضور إيلون ماسك اللقاء الذي أصبح بعد حضوره لقاء ثلاثيا، بمعنى إيلون ماسك معروف أنه هو من يمد الجيش الأوكراني بتقنية الاتصالات. هذا مؤشر أن عملية الهجوم المضاد الذي يقال عنها منذ فترة ليست بعيدة أنها صارت قاب قوسين أو أدنى، ليذهب إلى الدولة الرايعة وهي أكثر من يضخ السلاح الغير تقليدي إن صح التوصيف لجهة المسافات. أو ربما أمريكا يحاولون دائما وأبدا لا يدعم الجيش الأوكراني بتقنيات تمكنه من القصف خلف خطوط الجيش الروسي أو في العمق الروسي، إلا أن بريطانيا فعلت ووعدت بأنها ربما ترسل طائرات. وغاية الرئيس الأوكراني دائما في كل جولاته إضافة للصواريخ بعيدة المدى التي حصل عليها من بريطانيا فعلا، وأسقط الروس أحدها يوم أمس.